في هذا الفيديو ترد رانيا يوسف على الهجوم اللي جالها بسبب ارتدائها بدلة رأس في رمضان، وتحكي أيضا عن مسلسلها الجديد جريمة منتصف الليل، وقالت إن هي قصة حقيقية وإن هي تعرف الأشخاص اللي حصلت لهم الحادثة دي بالفعل. وهنتحدث أيضا عن علاقتها بابنتها نانسي وعلاقة نانسي بوالدها محمد مختار. قالت عنه ما بتحبش تردد اسمه كتير على لسانها. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نعرف كل التفاصيل مع بعض. ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة وكومنت عشان تظهر لكم كل فيديوهاتنا اول باول. بعد الهجوم عليها بسبب بدلة الرأس في رمضان، رانيا يوسف ترد على منتقديها. خرجت الفنانة رانيا يوسف عن صمتها بعد إثارتها للجدل في الفترة الأخيرة بسبب انتشار صورها ببدلة رأس خلال تصويرها مشاهد في مسلسل يعرض في رمضان 2024. علقت رانيا يوسف على الانتقادات التي وجهت لها عبر برنامج اي تي بالعربي، وقالت أنا ما شفتش جدل، أنا بشتغل، أنا مش مركزة في السوشيال ميديا أصلا، ومين بيقول إيه، لأنها كلها حوارات ملهاش لازمة. وتابعت وقالت ردا على المنتقدين، انتوا لسه ما شفتوش المسلسل عشان تحكموا عليا، والبدل مقفولة وما فيهاش حاجة ومش مكسوفة ومش عارفة انتوا بتتكلموا في ايه، ده فضا وفراغ او ضيق وقت وتسلية، بس تمام اتصلوا براحتكوا. فأما عن مسلسلها الجديد جريمة منتصف الليل، قالت رانيا يوسف القصة حقيقية عن حادثة حصلت منذ تقريبا 15 سنة. انا شخصيا اعرف الاشخاص الحقيقيين، الاشخاص اللي حصلت ليهم الحادثة. تواصل تصوير مشاهدها الاخيرة في مسلسل جريمة منتصف الليل الفنانة رانيا يوسف، واللي بيشاركها بطولته احمد عبد العزيز وصلاح عبد الله وميار الغيتي. وتجسد رانيا في المسلسل شخصية الراقصة ريري والدة الطالبة ميسون اللي بتجسدها ميار الغيتي. وترتدي رانيا يوسف خلال الأحداث عدد من بدل الرأس المناسبة للدور الذي تقدمه. وتحدثت رانيا يوسف عن علاقتها بابنتها نانسي، وقالت بنتي نسخة تبقى الأصل مني في طريقة الكلام والإطلالات والطباع، وأنا حريصة إن أكون لها أم وأب وأخت وكل شيء في الحياة. وبسؤالها عن علاقتها بوالدها المنتج محمد مختار، ردت وقالت ما بحبش أردد اسمه كتير على لساني. وحول الانتقادات اللي تعرضت لها رانيا يوسف عقب إطلالتها الأخيرة سويا، قالت لا يشغلني الأمر على الإطلاق، وأنا مقتنعة تماما بما أفعله أنا وبنتي، ومن يستاء من ذلك لا يتابع أخبارنا، وهذا هو الحل من وجهة نظري. متنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة وكومنت عشان تظهر لكم كل فيديوهاتنا أول بأول.